الانتريبورتور اش حاليا دابا كنشوفوا ان الانتريبورتور هو وسيله شويه صعيبه خطر، ولكن راه الحياه شي صعبه اخاي فهمتي. بحال دابا حاليا في شمسنا، انا ساكن في شمسنا، ما كاينش المركوب، ما كاينش كيفاش تنقلوا. مؤخرا تقلب بهم تريبورتور بالناس وسط الشانطي، كاين اللي دراري صغار، كاين اللي كل شيء. وبحال دابا انا تنبيع على الموطور ديالي الخضراء والتيسير، حنا تيجيو تيديو لينا الماطر، تيديو لنا السلعه فهمتي. ما عرفناش حنايا يحسنوا لنا الاوضاع، قدوا لنا امور ديالنا. الناس راه العيش ولا صعاب اخاي فهمتي. الناس يعني اي حاجه لقاتها قدامها تركب فيها، اي حاجه يقدروا يركبوا ثلاثه على بيكالا، ما كاينش مشكل، باغيين غير يوصلوا. ما كاينش مركوب، شنو دير؟ ما كاين حتى شي حاجه، ما عندنا والو. حنا تندورو تنديبانيوها باللي لقينا قدامنا وصافي، هادشي اللي كاين اخاي. بالنسبه لي انا التريبورتور الا ما كانش موجود، يعني ما كانش موجود النقل، فتيكون هو الوسيله الوحيده اللي قدامك. يعني يمكن لك تركب في تريبورتور مادام انك ما كاينش وسيله نقل اخرى. يعني مثلا انا الا ما لقيتش وسيله النقل اللي هي يعني غادي توصلني لذاك البلاصه، وكان الوحيد هو التريبورتور، ف مرغم اخوك لا بطل في هذه القضيه هذه. وعادي الا تقنن هو، رغم انه راه حتى يعني الخطر ما كاينش غير في انه نقل الانسان، حتى في نقل البضائع. يعني حتى بعض المرات التريبورتور راه تيهز اكثر من الثقل ديالو اللي خاصو يهز، لانه هو ماشي ما عندوش الطوناج ديال الكاميويات ولا الطوناج ديال مثلا الهوندات، عنده طوناج صغير لانه هو غير يعني بغينا نقول دراجه ناريه وثلاثيه الدفع كما تيقولوا. يعني هي ماشي حتى يعني سياره اللي هي ديال النقل، لكن هي خصها تقنن. هذه الوسيله ديال النقل خصها تقنن، باش حتى الا كانت غادي تكون للنقل فراها هي مزيانه، وحتى الا كانت غادي تنقل البضائع راه مزيانه، غير يكون داك الشيء مقنن، ما يكونش داك الشيء عشوائي. هذا القانون هذا خويا اللي داروا لنا، راهم خلاو لنا خويا فين ناكلوا الخبز. ما تهزش معاك الناس، كي غادي دير تهز معاك الناس وانت يا خويا الناس ما كيتيقاوش فما كي غادي دير تهز السلعه ديال الناس والناس ما تيقاوش فينا، كي غادي دير تهزها؟ واش حنايا تدي السلعه وما تديش مولاها؟ راه حشومه، راه ما يمكنش، راه خاصك ضروري تهز معاك واحد. راه بغاو يشردونا على هذا الحساب اخو، راه ماشي هذه هي الخدمه، راه الخدمه ضروري خاصو يطلع معاها مول السلعه، والسلعه مولاها من فين غنجي؟ من فين غدير؟ مولاها راه خاصو يمشي معاها، راه ملي ما مشاش معاها مولاها شنو؟ راه ما كاين والو. حنا علاش خدامه؟ راه تنوضوها معاها هاد الصباح، هي اللي عندنا في هاد الصباح، باش تنوض عندك 12 نهار ساليش، راه هادشي اللي كاين اخويا المرضى. كنشوف النقل العمومي خاصو غير يتنظم في المغرب، ها؟ التريبورتور خاصو يكون مقنن، هو كيساهم شويه في النقل ديال المناطق ديال الضواحي المدن، ولكن بديك الطريقه العشوائيه انه يكون مملوء عن اخره وما يحترمش الضوء الحمر، ما عندوش سوق لا في الضوء الحمر، هنا خصو التنظيم فقط. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.